هلا اهلا اهلا فان. شو عبس كيفك حبيبي؟ والله مشتاق لك. انت شو وين انت؟ شو ما بعلمي بكون تمرقوا هذيك الاسبوع. ليك ليك عم يحكي قال ما اتصلت بمرتك وما ردت على التليفون. ما ردت معها بلا دقت لها ما ردت. عن جد عم تحكي؟ ايه ما بعرف إيه. عرفتي كانت عملته سايلنت ونسيت. هي لانه قلت لها وقتها لحظه بس على فوق نعيم هال 100 دولار دينتهم مني يا ريت ترجع لي اياها لانه عايزها. انه هلا وقتها يعني انه لا سوري ما تفهمني غلط انه هاي ال 100 دولار انا قلت لك رح ارجع لك اياها مزبوط يا اخي دائما مثل رح ارجع لك ورح ارجع لك اذا بتريد ال 100 دولار دينتهم مني بدي اياها يا حبيبي رح ارجعها بس مش قدام العالم بالطيشره هيك خي يعني. ما تاخذها انه عم بحكيك قدام العالم بس انه ادمغ يا خي عم رح احطهم تليفونات شو المشكله شو المشكله لك عمي مش معلي خليني خي رح ارجع لك اياها بس قلت لك بدي ارجع شو في خبرني من شي شهر قال لي عايز 100 دولار قلت له على راسي وعيني تفضل هي 100 دولار اعطيته قال لي بعد يومين برجع لك يا حبيبي بدك مني مصاري بتاخذنا على جنب بتحكي لي مش قدام العالم بطل روح روح زي عم الاذاعه على كذا ما تاخذها رح ارجع لك اياه هون يا خيي ماشي بس انه ما تاخذ لو ماني عايزها مو مطلوبه يا يعني. حبيبي رح ارجع لك اياه هون بس مش قدام العالم على صوت عالي معلش جرسنا هلا بقولوا هذا ما معه مصاري ما في دولار جبته اذا سمحت شو بكون يا جماعه ليه صوتكم هيك طالع خلص عمو الوحيد هو اعطاك 100 دولار يا اخي اعطاني 100 دولار طيب يا خيي تفضل انه ما في حدا معارف لكن ما في حدا معارف انه مع انه لما طلبهم مني كان هيك يا حرام انه بدي 100 دولار لكن ما رح ارجع لك اياهم رح ارجع لك اياهم بس ما تفضحني طيب خلص 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 نعيم يلا نعيم نعم روح شو اعطيته يعني قوم حكيني كلمه عشان اقوم شو فيها قوم لا لك قوم اه قوم اذن يا جماعه اذنك معك اذن مزوقين عفوا شو بالي عصب الان نحكي انه مين مدين ثاني انت مدين منه 100 يا اخي هالقد بدها؟ قلت له بعد يومين ما تأمنت معي هالقد بدها خذ لنعيم شو بتعمل؟ هاي 100 ايه روح اعطيه اياها وخليه ما يعود يفتح تمه وانت حاجه رايح روح اعطيه اياها وانت بيقول لي شايفني انا لا خلص اعطيه اياها حبيبي كلك زول بس اخلص منك خيي انت ولنعيم حبيب قلبي انت باي باي نعطيك ايه مش انه ايه هلا ما تاخذها عم سمعك قدام الناس بس انه 100 دولار بدي اياها خلص خلص ماشي اقعد اقعد حلاوي اقعد ليك يا خيي انا تذكرت انه معي 100 دولار هذيك كنت ادفعها لل بتحكي جد؟ ايه ممتاز للدكان للدكانجي تفضل ممنونك هي 100 دولار تبعيتك ممنون شو ربك ورجعت لك وفي شهود انه رجعت له مصرياته ما بدك مني شيء بس ما بتقولها على صوت عالي وبتفضح قدام العالم انا هذا كله يا نعيم سافا شو بدك معصب خلص سافا انا حلو بحقي انا حقي وصلني وممنون شو ربك كثر خيرك فينا نغير هالسيره كثر خيرك بدكم تحضروا سينما بكره منروح طيب اوكي نعيم نعم انا هاي ال 100 دولار اللي دينتك اياها هلا ما تعطى الهمه ما بتعطى الهمه ولا ندفه لا يوم ولا اثنين ولا ثلاثه كون مرتاح شو بك دينته 100 دولار هلا دينته 100 دولار اه هيدي اللي اعطيته اياها هو اعطيك اياها بك انا دينته اياها لا يعطيها لحتى ما يقعد يحكي نعيم انا ما بتعرفني بتعرفني انا فضحتنا قدام العالم ما بيأثر هلا المهم انت ما بدي تشحشب لي انه هلا بعد ساعه بدي اعطيها لعباس او بكره بدي اعطيها لعباس انت دينته اياها يعني هلا لل 100 هلا دينته هلا ديني اياها لل 100 ايه لك يا خيي ايه دينتك 100 بس انا ما عم بقول لك عم بقول لك تكون مرتاح مش انه بدي اياك تعرف فضحتنا كمان قدام ما بعمل مثله انا يلا بدكم شيء يا خيي خلص ما تعطى الهم ال 100 اللي دينتها فهمنا نعيم نعم ما تعطى الهم ال 100 دولار ها دينتك 100 دولار يا نعيم انا هلا ما تعطى الهم ما بتعطى الهمة ولا ندفي هال 100 دولار اللي دينتك اياها فهمت؟